الأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة الطيار السودانية معنا عبر الهاتف. أستاذ عثمان أهلا بك معنا يا فندم. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني في الذكرى 68 لاستقلال السودان، أين يقف السودان الآن؟ للأسف الشديد، يعني رغم أنها ذكرى غالية لاستقلال السودان وبداية التاريخ السوداني الحديث، لكن تمر الآن في وضع أغرب ما يكون. لم يكن أحد في السودان يتصور أن يكون السودان في هذا الوضع الذي هو فيه الآن. خلاصة الفشل السياسي الذي لازم للأسف الشديد الدولة السودانية، تحول في النهاية إلى ما يشبه الحرب الأهلية التي لا يعرف حتى الآن إلى ماذا يمكن أن تفضي من سيناريوهات، رغم أننا نتمنى إن شاء الله أن نخرج منها سالمين. لكن في كل الأحوال الذكرى 68 تبرهن على أن هناك خلل هيكلي ومنهجي في الطريقة التي أدير بها السودان سياسيا منذ استقلاله حتى الآن، وتفاقمت الأوضاع بصورة مضطردة، بمعنى أنها كانت أفضل وفي السنوات الأولى الباكرة بعد الاستقلال، ثم بعد ذلك بدأت تتدحرج بصورة تدريجية دون أن يحس بها كثير من الشعب، بصورة متدرجة إلى أن وصلت إلى الحال الذي نحن فيه الآن، الذي أصبح السودان ميدان حرب كبيرة للأسف الشديد، وستة مليون نازح من العاصمة الخرطوم، وأكثر من 50,000 قتيل حتى الآن خلال 9 أشهر من الحرب. طيب دعنا نبدأ من آخر التطورات، وهي اجتماع اليوم ما بين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية وممثلين عن قوات الدعم السريع. يعني ماذا أفضى هذا الاجتماع، وهل هناك من خطوات جادة في طريق تحقيق المفاوضات والاتفاق على مخرجات بيان جادة؟ هذا الاجتماع أصلا يأتي تحت لافتة البحث عن السلام، فرص السلام. هناك مجهودات تقوم بها عدة جهات إقليمية ودولية، والآن هذه قوة سياسية سودانية، هو تحالف لمجموعة تحالفات سودانية، تحاول أن تجد مكان ما للسلام في خارطة السودان العسكرية الآن. ولكن هناك كثير من المشتركات بين قوات الدعم السريع وهذه المجموعة السياسية، بما يجعل أي بيان يخرج يحمل كلمات عمومية تتحدث عن السلام وما إلى ذلك قد لا يعني شيئا، لأن ذلك هو طبيعي في ظل التقارب السياسي، لأن هذه المجموعة هي أشبه بالذراع السياسي لقوات الدعم السريع. المطلوب نحن، يعني هذا لا يعني أننا نرفض هذا الاجتماع، بل بالعكس، يعني نحن نرجو أن يخرج هذا الاجتماع بقرارات واضحة. يعني الآن هناك قائد الدعم السريع موجود بين هذه المجموعة في هذا الاجتماع، يجب أن تصدر قرارات واضحة في اتجاه بناء السلام، انسحاب من المدن، انسحاب من المقهرة العمومية، انسحاب من بيوت المواطنين، إيقاف الحرب، وقف إطلاق نار، السماح بدخول المساعدات الإنسانية. لابد أن يكون هناك شيء محسوس على الأرض، لكن أي بيانات أخرى تصدر بكلمات مطاطة وعمومية وتتحدث عن السلام وإنهاء الحرب ولا لوقف ولا للحرب وما إلى ذلك من المفردات التي تعتبر مجرد شعارات، أنا أعتقد قد لا تكون مناسبة أبدا لمثل هذا الاجتماع، لأنه اجتماع على مستوى قيادي للمجموعتين السياسية والعسكرية. طيب فيما يتعلق بالاجتماعات، هل من الممكن أن يجتمع حميدتي والبرهان على طاولة واحدة وجها لوجه بعدما كان هناك اجتماع في جيبوتي ولم يتم؟ الطرفان وافقا على ذلك، يعني صدرت موافقات مكتوبة سلمت لسكرتيرة الإيجاد، وهناك موافقات إعلامية قيلت في بيانات صادرة من الطرفين، وكان يفترض أن يعقد الاجتماع الأول الخميس الماضي 28 من ديسمبر، لكن بيان صدر من منظمة الإيجاد قال أن هناك أسباب فنية دون أن يذكر هذه الأسباب الفنية، لكن الطرف الذي يمثل الجيش وهو الفريق أول عبد الفتاح البرهان كان جاهزا وعلى وشك السفر إلى جيبوتي عندما أخبر بأن الطرف الآخر لن يكون موجودا في الزمان والمكان المحدد. وعوضا عن الظهور في جيبوتي، هو ظهر في عواصم أخرى، هذا يعني جلب كثير من الشكوك حول جدية التوجه نحو اتفاق نحو اجتماع على مستوى قيادة الطرفين. لكن الآن هناك حديث جديد أن من جانب الإيجاد بأن هناك اجتماع سيعقد دون أن يحدد توقيته،
خلال الأسبوع المقبل دون أن نحدد بصورة دقيقة التوقيت، لكن الذي لفت النظر أن خلال الجولة التي قام بها قائد الدعم السريع في بعض العواصم الأفريقية ولم يشر أبدا إلى اجتماع في جيبوتي. صحيح تحدث عن أنه يقبل التفاوض بلا شروط، لكنه لم يحدد هل بالتحديد يقصد بذلك منبر الإيجاد في جيبوتي أم أنه يتحدث بصورة مطلقة عن التفاوض. البرهان يعني طالب بسحب القوات من المدن كشرط لحدوث هذا الاجتماع، هل تراه شرطا قابلا للتحقيق في ظل نتحدث عن تدشين التعبئة اليوم وقوات الدعم السريع تستهدف بالمدفعية محيط القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم؟ يعني أنا لا أعتقد أنه من الحكمة أن يكون هناك شرط، يجب أن يكون هو واحد من البنود التي تبحث داخل الاجتماع، لأن الشروط المسبقة أحيانا قد تعطل الاجتماع. من الحكمة أن يصل إلى قاعة التفاوض، لأن ذلك يثبت أمام العالم أنه يريد السلام أولا، ثم بعد ذلك يطرح هذا البند بقوة، لأن هذا البند ليس مطلب البرهان، هذا بند يقوى الشعب السوداني كله، وإذا خرج البرهان بأي صيغة غير هذه الصيغة لن يرضى الشعب بذلك ولن يقبل به حتى الجيش. يعني هذا أمر محسوم بالنسبة للشعب السوداني، أنه لا بد من استرجاع البيوت، لا بد من استرجاع الأوضاع بما فيها الممتلكات التي فقدت من المواطنين، والخروج من المقار العامة، وانسحاب قوات الدعم السريع خارج المدن، لأنها حتى لو أرجعت البيوت وظلت موجودة في الشوارع تقيم الارتكازات، هذا يعني أن المواطنين لن يكونوا لديهم القدرة على الحركة بصورة طبيعية، خاصة أن قوات الدعم السريع لها سجل راسخ من انتهاكات حقوق الإنسان، ولا يأتمن الناس وجودها قريبا منهم، بل كل ما دخلت مدينة هرب منها المواطنون بصورة كاملة. حتى في مدن دارفور كانوا يدخلون بمكان يهرب المواطنون إلى مدن أخرى. فإذا هذا الأمر هو ما يجب أن تنتهي إليه المفاوضات، وغير ذلك لن يقبل بها أحد في الشعب السوداني. المواطنون، على ذكر الشعب السوداني والأوضاع الإنسانية، حدثنا أستاذ عثمان عن الأوضاع الإنسانية للشعب السوداني الآن. طبعا هذا الأمر رغم أنه في الإعلام تحدثون كثيرا عن الأوضاع السيئة والتي يعاني منها المواطن، لكن الوضع أسوأ من ذلك بكثير. يعني لا يمكن وصف الأوضاع الإنسانية عندما نتصور الآن عن تدمير غالبية العظمى من المستشفيات، تدمير كامل، يعني ليس هناك مستشفيات تعمل. التدمير ليس مجرد بمعنى إيقاف هذه المستشفيات، التدمير بعض المستشفيات، المباني والمعدات، وقتل الأطباء والكادر الطبي، وقتل بعض المرضى داخل المستشفيات، وأصبحت المستشفيات خالية على عروشها. فكيف يستطيع المواطن الحصول على خدمة طبية وهو في أبس الحاجة في ظرف حرب؟ علاوة على ذلك انعدام الطعام في كثير من المناطق، عدم القدرة على الحركة، عدم القدرة على اكتساب الرزق والعمل، 9 أشهر المواطنون بلا عمل، كيف يعيشون حتى ولو توفرت هذه الخدمات؟ توقف كامل العملية التعليمية، الأطفال في البيوت والشباب أيضا في البيوت لم يذهبوا إلى المدارس، والجامعات مغلقة تماما. هناك وضع إنساني لا يمكن تصوره أحد. التقارير الإعلامية تحدث عن 10,000 قتيل، لكن أنا متأكد أن العدد أكثر من 50,000، لأن التقارير لا تحسب إلا الذين سقطوا في أماكن يمكن الوصول إليها، لكن هناك أضعافهم سقطوا في أماكن بعيدا عن كاميرات الإعلام، بعيدا عن وسط المنظمات الدولية، فالأعداد كبيرة جدا. وعلاوة على ذلك هناك أضعاف هذه الأرقام ماتوا ليس بالرصاص، لكنهم لانعدام العناية الطبية، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة دون أن يكون هناك رعاية صحية منتظمة. فالوضع الإنساني للأسف الشديد في أسوأ حالاته. طيب، في ظل حديثنا عن هذه الأزمة الإنسانية التي تتحدث عنها وتقول أنها أسوأ مما يتم الإعلان عنه، وأيضا في ظل الحديث عن مفاوضات وقرب الوصول إلى حل، الرأي العام السوداني هل هناك تفاؤل من الوصول إلى حل سريعا للأزمة السودانية؟ الرأي العام للأسف الشديد يعني هو لدغ من جحر المفاوضات أكثر من مرة. يعني كان يأمل في أكثر من مسار جدة بالتحديد، الجولات التي عقدت من التفاوضات كان هناك أمل كبير جدا، خاصة الجولة الأخيرة كان هناك عشم في أن تصل إلى اتفاق سلام ينهي هذه الأوضاع اللا إنسانية التي يعيشها المواطن، لكن في النهاية أفضت إلى لا شيء. فقد الثقة في المتفاوضون إلى توافقات في قضايا هامشية ليس لها علاقة بالمواطن، مثلا تحسين المحتوى الإعلامي، رفع جسور، بناء جسور الثقة بين الطرفين، يعني ليس لها علاقة بالمواطن على الإطلاق.
فالآن يعني عندما تكون هناك دولة مفاوضات كما هو متوقع الآن، نعم نحن في ينظر انتظار. إليها المواطن بحذر، يعني هو يأمل ويتعشم لكن يخشى من السراب، يخشى من أن لا يقبض شيئا في ونحن يعني نحن لا نملك الآن إلا الانتظار، والانتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات والمفاوضات القادمة. الأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، أنا بشكر حضرتك جدا لوجودك معنا في التاسعة.